يحتفل الأردنيون اليوم بعيد استقلال المملكة الأردنية الهاشمية 69 مستذكرين عقودا من الإنجازات والبناء والتقدم والازدهار واستقرارا وأمنا يفاخرون بهما الدنيا وسط إقليم ملتهب. وبهذه المناسبة الوطنية الغالية يتشرف رئيس مجلس إدارة رؤيا ميشيل الصايغ ومديرها العام المهندس فارس الصايغ وأسرة رؤيا برفع أصدق عبارات التهنئة إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين حافظه الله ورعاه، وإلى الأردنيين جميعا سائلين الله تعالى أن يحفظ بلدنا الحبيب ويبارك مسيرته نحو مزيد من القوة والمنعة والتقدم.